اليونايتد كتلكم شباب مهم وضروري تاخذون من عندهم هيستوري خلال هاليومين، لانه ممكن انه اكثر من نصكم راح يكون الكيسات اللي راح ياخذها نيونيتال اكزامينيشن، نيونيتال هيستوري اند اكزامينيشن، امتحانكم الاسبوع القادم ان شاء الله. زين البرزنتيشن مال النيونيتي قسم من عندكم قدموا تقديمهم حلو، وحتى اللي خربطوا شويه بالميد يعني اعطيناهم خوش درجه، لانه شويه صعب على الفورث جريد ايش البرزنتيشن مالته يختلف. عادة البريزنت النس راح يشمل عندكم هنا بالنيتال هيستوري، هو نفسه اللي يكون البري نيتال والنيتال والبوست نيتال هيستوري، انه هي هاي المعلومات هي تشمل النيونيت كلها. زين فانت هاي لازم الامور كلها تغطيها بالبريزنت النس، يشمل البري نيتال هيستوري نيتال والبوست نيتال هيستوري، ما يصير تعبوا للريفيو اوف سيستم without mentioning all the information regarding the new unit. شلون راح تقدمه؟ هو هذا ال presentation مال the chief complaint مثلا shortness of breath since birth، واضح؟ فهذا هذا ال chief complaint. present illness شنو اللي راح نحكي عليه؟ راح نقول a full term or preterm male or female new unit presented of شنو جرافيدي تو بابا تو ابورشن زيرو مذر هيلثي مذر او مذر ممكن ان عندها كرونيك ديزيز نفكر دايبيتيك هايبرتنسيف شنو جود انتي نيتال بور انتي نيتال كير. هذا نغطي بين الشغلات تشمل البري نيتال هيستوري، بعدين نقول بريزنتد اوف شورتنس اوف ديليفرد باي شنو هاي النيتال هيستوري اللي هو يشمل الدليفري مالته سيزيريان نورمال سيزيريان واي سيزيريان، لازم نذكر شنو السبب مالته، طول بالليبر فولونج ليبر لو لا صار عنده كومبليكيشن ديورنج ذا ديليفري، هذا نحكيها. بعدين نروح للبوست نيتال هيستوري اللي هو راح تقول مثلا وي بريزنتد وي شورتنس اوف بيرث سينس بيرث، ونحكي على البوست نيتال هيستوري اللي هي شو الشباب ينسوها من الشغلات امبورتنت اللي تشمل هي ال respiration onset of respiration delay respiration after delivery or immediately take a breath need resuscitation not need resuscitation ال any abnormal movement صارت عنده، هل هو cyanosed هل هو pale jaundice، هاي كلها الكلرز قلنا هاي الالوان نحكي عليها بالهيستوري وبالاكزامينيشن طبعا بعدين بالفحص. فهمني الامور كلها فيدينج، شو وقت بدا الفيدينج مالته افتر ديليفري، اخذ فيدينج ما اخذ فيدينج بخنل باي ماوث، هذا بالبوست نيتال هيستوري. وبعدين نروح لل الباسج اوف يورين، زين شو وقت باسج اوف ديفيكيشن، شنو الانفستيجيشن اللي صارت عنده اللي سوى هي شنو التريتمنت اللي اخذه بال بوست نيتال بيريد. زين هاي يعني شغلات شفناها ينسوها الطلاب، حكي شورت نس وما ذكر شنو اللي يسوي هي بالبدها خلال فترة 10 ايام مثلا هو داخل او شهر، شو وقت بدول الفيدينج شنو التحاليل اللي سواها. فهذا مهم عندكم بالبريزنت، يعني تقريبا الهيستوري هو يعني الموست امبورتنت هو البريزنت النس، بيكون البريزنت النس مالتك مرتب يكون السكور مالتك عالي، كل ما البريزنت النس مالتك مخربط زين كل ما يكون انوينج للاكزامينر زين والسكور مالتك يكون دروبينج داون، واضح؟ فحاولوا تاخذون هيستوري مال اليونيت يعني هالاسبوع تتدربون عليه حتى بالاكزامينيشن يكون سهل عليكم ان شاء الله. بالاكزامينيشن وبالنيونيتال اكزامينيشن هو نفس الجنرال اكزامينيشن ما يتغير، نفس الشيء الهيد التشيست الابدومين، اكو شغلات ممكن نفحصها اكو شغلات ما نفحصها، مثلا احنا بالكارديو فاسكولار قلنا ما عندنا بلسيشن، راسا نروح للهارت ريت نسمعها، بس احنا نسوي انسبكشن نفس الشيء، جنرال اكزامينيشن نفس الشيء، نسوي البالبيشن نفس الشيء،
بركشن ما عندنا، والاسكالتيشن هو نحط السماعة نفس الارياز اللي هي مال اسكالتيشن مال اولدر ايج جروب. يبقى اكو شغلتين بالجنرال باليونيت تختلف عن الاولدر ايج جروب، واللي هي هاي تنسألون عليها بالاكزامينيشن، ولازم كل طالب من يمتحن اليونيت يعرف من ينسأل هذا السؤال يعرف شلون يجاوبه، اللي هي تشمل النيونيتال ريفلكسز والاسسمنت اوف فيجستيشنال ايج. فهاي راح نحكي عليها بالنيونيتال اكزامينيشن اليوم، شلون انه شنو هي الريفلكسز اللي تفحصها باليونيت، وشلون نسوي اسسمنت اوف فيجستيشنال ايج. يبقى انتو شغلات الجنرال اكزامينيشن، البالر، الجوندس. طبعا الجوندس هنا باليونيت يختلف عن الادلت، الاسسمنت اوف جوندس يكون بالتب اوف ذا نوز، بنشوف التب اوف نوز اوف بيشنت وين وي ميك بريشر، اذا ذير از يلو ديسكلريشن هذا يقول عليه جوندس، لانه عاده الاي يشوف اليونيت اذا شوفوهم ان شاء الله بردها بالاخاء. اريد كل واحد من عندكم يفحص اليونيت، حتى اذا اكو ريفلكس ما تعرفون تسووه هم ماتينا ماكو مشكله ويا الاكزامينر ويا السي ان اس، حتى نكون مضبطين الريفلكسز شلون تنفحص، واحنا ثيوريتيكال اند براكتيكال. النيونيتال ريفلكسز اعتقد اخذتوها انتو بالكورس الاول، تشمل ان هي عدة ريفلكسز، الموست كمان هي المطالبين بها، وهاي ريفلكسز بس مو كلهم مطالبين بها. الموست امبورتنت هو المور ريفلكس. طبعا ممكن انه تنسأل انه افحص لي النيونيتال ريفلكسز، او يقول لك افحص لي السي ان اس اكزام اوف ذا بيشنت. السي ان اس اكزامينيشن اوف ذا نيونيت يشمل لك اي وين هو ريفلكسز، ما عندك انت assessment of central nervous system من خلال يكون النيونيتال ريفلكسز بالنيونيتال بيريد. فاول شيء عندنا هو المور ريفلكس، هذا اللي نسوي عادة احنا سدن، نسوي flexion of the neck of the patient and sudden extension of the neck، راح يسوي البيشنت هاي الصورة اللي نشوفها اللي هو فانينج، هاي من الهاند اللي راح نشوفها هي ابدكشن و اكستنشن اوف ذا ارمز، راح يفتح ايده. شلون تشوفون هاي فاتح اصابعه ويناته، هاي بنسوي فليكشن اند سدن اكستنشن اوف ذا نيك. طبعا المفروض نسويها هي فرق تكمل ردها افضل، تكون قدامكم تسووها بايديكم، ايضا هي السي ان اس اكزامينيشن ان شاء الله في الاخر تكون الكل يعرف شلون يسوي لنا المور ريفلكس. فهذا هو الصورة مالتها وشلون يصير عندنا بوزيتيف مور ريفلكس. السكند ريفلكس اللي هو هذا البالمر جراس ريفلكس، تشوف شلون تحط اصبعك بالبالم اوف ذا بيشنت، راح يسوي لك هذا الكاتشينج اوف يور فينجر، فهو هذا يكون بوزيتيف، هذا البالمر جراس ريفلكس. مرحبا، ما يحتاج ده، ممكن ان اي واحد يسوي على اليونيت، مو صعب. راسا راح نشوف هو هاي الكاتشينج اوف يور فينجر. بعد هذا نفس البالمر جراس بس راح نسويه بالبلانتر اريا، ايضا نحط يور فينجر على البلانت، راح نشوف شلون الريفليكشن of the fingers of the patient، راح يكمش your finger by his toes، فهذا أيضا مشابه للبالم جراس بس راح يكون بالبلانتر area. هذا السكينج ريفلكس، أيضا نخلي ال